اشوفها شو اللي هي تحب تلبسه، ما اطلعها من الستايل اللي هي فيه. المرأة الإماراتية والرجل الإماراتي يتميزون بالاعتزاز بمظهرهم مع الحرص على المحافظة على الهوية الثقافية والتقاليد الإماراتية. درست هذا الشيء بشغف، أخذت البورد الأمريكي في الأناقة والمظهر. تشوفوني بشكل فريش. نصايحي للمرأة بشكل عام بالنسبة للعباية تكون مناسبة للمناسبة، سواء كان صباحا أو مساء. أيضا بالنسبة لاستخدام الميك اب، يفضل الميك اب الخفيف إذا كان صباحي أو كان بشكل يومي، والتركيز أيضا على العناية بالبشرة. وأيضا ما ننسى موضوع الإكسسوارات، فهي جدا مهمة لإكمال الإطلالة، وأهم شيء تكون متناسقة مع الملابس وأيضا مع المناسبة. أما بالنسبة للرجل، الكندورة، اختيار الكندورة المناسبة للمكان المناسب، والتأكد أنها تكون نظيفة ومكوية بعناية. وأيضا الطول المناسب جدا مهم للحفاظ على الأناقة.